هاي أصدقائي، معكم أنخيلا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم من إسبانيا، إنها بويو ألا باريا استيلو إسبانيول كون سالسا مخيكانا، بمعنى الدجاج المشوي على الطريقة الإسبانية وبالصلصة المكسيكية. هكذا تبدو وصفتنا بعد أن أتممت إعدادها. لذيذة وشهية، ويمكنكم تقديمها إلى ضيوفكم وأحبتكم. وقبل البدء بإعداد وصفتنا لهذا اليوم متابعينا الكرام، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب تشجيعا منكم لنا على مجهودنا، ولتصلكم جميع فيديوهاتنا دون العناء والبحث عنها في اليوتيوب. والآن أحبتي، هيا بنا لنرى كيفية إعداد هذه الوصفة اللذيذة والشهية والمفيدة مع بعض. باموس. أولا نأخذ 5 أفخاذ دجاج، هكذا، ها هي كما ترونها أمامكم. بخصوص البهارات، ملعقة طعام بابريكا، ملعقة طعام فلفل أحمر، ملعقة طعام كاري، ملعقة طعام كركم وملح ومسلة. ها هي المقادير الأولية معنا. بقية المقادير سأذكرها لكم تباعا في الفيديو. إليكم طريقة العمل الآن. سأعمل على رش أفخاذ الدجاج هذه بالبهارات، هكذا. هكذا. بعد ذلك سأقلبه على الوجه الثاني، هكذا. وأرشها بالبهارات. الآن وبعد أن وضعت عليها رشة بهارات من كلا الجانبين، سأعمل لها مساج خفيف هكذا. ها هي القطعة الأولى. ها هي القطعة الثانية. الثالثة. الرابعة. ها هي القطعة الخامسة بعد ما تبلتها بالبهارات. الآن سأضع عليها رشة من الملح. وأتركها هكذا لمدة نصف ساعة. هذه الأثناء وبينما تركنا الدجاج مع تتبيلته لمدة نصف ساعة، في هذه النصف ساعة
سنعمل على تكوين صلصة الدجاج، وهي كالتالي: كاسة من اللبن، الزبادي ها هي تعادل 150 جرام، رأس متكامل من الثوم، القليل من الشبت أو الشبنت، خردل، القليل من السمسم الغير مقلي، وهنالك من يستخدم الخبز الناشف وهنالك من يستخدم الكعك الناشف. هنا أنا استخدمت الكعك الناشف، ها هو طحنته بمقدار 70 جرام، وها هو الكعك الذي استخدمته. كيبيكلي غاياتا، بمعنى الكعك الأسمر بدون سكر، هذا فيه نسبة قليلة جدا من الملح. نضع السمسم جانبا. الآن سنعمل على تكوين الصلصة وهي كالتالي: سنعمل على سنهرس الثوم الآن ها هو الثوم بعد أن هرسته وضعته في اللبن الزبادي. الآن سأضع ملعقة طعام من الخردل داخل اللبن الزبادي، ها هي ملعقة الخردل. ونضع نصف ملعقة كوب من الكركم، نضعهم جانبا الآن. الآن وبعدما انتهينا من فرم الشبت أو الشبنت ناعما، سأضعه فوق اللبن الزبادي هكذا. الآن نعمل على خلطهم مع بعضهم البعض.
ها هي الصلصة أصبحت جاهزة. الآن أخذت صينية الفرن هذه، وضعت فيها ورق الزبدة، وها هو الدجاج بعد مرور نصف ساعة. الآن سأعمل على تتبيله بالخلطة هكذا. بعد ذلك نخرج قطع الدجاج من الصلصة، نضعها بعدما أخرجتها من الصلصة، وضعتها في الكعك الناشف أو الخبز الناشف. هذا الكعك من دون سكر هكذا. وبعد ذلك نضعه في صينية الفرن هكذا. وها هي القطعة الثانية من الدجاج، سأعمل على غمرها بالصلصة هكذا من جميع الجهات. وبعد ذلك إخراجها من الصلصة، وضعها في، نرفعها ونضعها في صينية الفرن هكذا. نرفعها من الصلصة نضعها هنا، لدينا ثلاث قطع من البطاطا. أنا قشرتها قبل قليل، سأعمل الآن على تقطيعها. نقطعها بهذا الشكل طوليا.
والآن وبعد ما قطعت البطاطا طوليا هكذا على شكل أصابع صلصة هكذا، بعد ذلك سأقلبها بالصلصة بهذا الشكل. الآن وبعدما قلبتها بالصلصة سأضعها في صينية الفرن هكذا. بعد ذلك أعمل على توزيعها بهذا الشكل في صينية الفرن. هكذا الآن سأضع المسهلة هكذا وسأضع السمسم هكذا تبدو شكل وصفتنا لهذا اليوم قبل إدخالها إلى الفرن. الآن سأدخلها إلى الفرن. وضعتها في الفرن بدرجة حرارة 180 درجة مئوية، الرف الوسط، الشعلتين. وبينما صينية الدجاج في الفرن، الآن سنعمل الصلصة. نأخذ كمية قليلة من الشبت أو الشبنت هكذا، نفرمها ناعم جدا. وها هي بما يعادل 10 ملاعق أو كاسة صغيرة من لبن الزبادي، سأضع الشبنت فوقه هكذا. الآن سأعمل على هرس الثوم ووضعه مع اللبن.
الآن وبعدما هرسنا الثوم وضعته على اللبن الزبادي مع الشبت أو الشبنت هكذا، سأعمل على خلطهم مع بعضهم البعض. سأضع بما يعادل ملعقة طعام من الخردل. والآن سأضع المايونيز بما يعادل ملعقة طعام أيضا. ها هو المايونيز. وضعت ملعقتين من المايونيز. الآن سأعمل على خلطهم مع بعضهم البعض. ها هي صوص الدجاج أصبح جاهزا. وهكذا تبدو بعد أن أخرجتها من الفرن. رائحتها زكية جدا. جربوها سوف تحبونها كثيرا. وهكذا تبدو وصفتنا بعد أن أتممت إعدادها. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم بويو ألاباريا استيلو اسبانيول كون صلصة مخيكانا، أي الدجاج المشوي على الطريقة الإسبانية وبالصلصة المكسيكية، قد أصبح جاهزا. بألف صحة وعافية. أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. متابعي قناتنا الكرام، ننتظر تفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. لمن شاركنا القناة مشكورا، ولمن لم يشاركنا القناة ومشاركة فيديوهاتنا أحبتكم وأصدقائكم ليتسنى وصول كل ما هو جديد على قناتنا إليكم دون العناء والبحث عنه في اليوتيوب. جميع المقادير تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. أي سؤال أو استفسار أو تعليق جميل اتركوه لنا في التعليقات وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم أنخلة. استودعكم الله وأديوس.